فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت مقصرا في عملي وقمت بإخراج بعض من راتبي للجمعية الخيرية، نعم، يقول إذا كنت مقصرا في عملي ثم قمت بإخراج بعض من راتبي للجمعية الخيرية، فهل فعلي هذا صحيح؟ لماذا تقصر؟ أول شيء هذا حقوق مخلوقين ما تسقط عنك إلا إذا سمحوا به، فلماذا تقصر؟ تقول أطلع من الراتب وبأتخلف وبأعمل وما يخالف أطلع من الراتب، هذا ما يبرئ ذمتك. العمل متعطل، العمل متعطل ومختل، ألا يبرئ ذمتك هذا الشيء؟ فأما إذا كنت تريد أنك تتوب إلى الله، تترك هذه العادة وتجد في العمل وعندك أموال مجتمعة من قبل وأردت أن تبرئ ذمتك، فلا بأس أنك تجمع ما تشك فيه ما يقابل هذا الخلل وتتصدق به على الفقراء. نعم.